إيقاف الرحلات الجوية إلى ليبيا أو تحويلها وإغلاق المعبر الحدودي راس جدير لدواع أمنية احترازية من قبل السلطات التونسية بعد كل عملية إرهابية تستهدف ترابها بأيدي أبنائها. نعم يا طواغيت، نحن من اغتلنا شكري بالعيد والبراهمي، وبإذن الله سوف نعود، وبإذن الله نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيان تبني عملية متحف باردو في تونس الإسلام. يا طواغيت جايكم صدقني ريتها باب الديرة تبهاك عصيرة. والله ستصل المفخخات من برج الخضرة إلى بنزرت. المتضرر الوحيد الدائم منه يتمثل في كلا الشعبين الليبي والتونسي، ويبقى المتهم الوحيد في استهداف المناطق التونسية المشار إليها بإصبع الاتهام هو الشعب الليبي. صراع داخلي تونسي تلعب فيه وسائل الأعلام التونسية المرئية والمسموعة وحتى المقروءة دورا خطيرا في تأجيجه وتحشيد الرأي العام وتأليبه ضد الشعب الليبي لضرب العلاقات التونسية الليبية وحتى العربية وإبقاء التوترات والتجاذبات ونار الفتنة حية مشتعلة باستمرار. الإرهاب اليوم إذا كان اتخذ له موقع مهم في ليبيا سيكون مضر للجيران الأقربين والجيران الأبعدين. اتهامات جدية بحسب بعض الشخصيات العربية المهمة وحتى التونسية للدور الخفي الذي تلعبه دويلة الإمارات في تونس كغيرها من المناطق العربية، حيث أفادت بعض الجهات بأن دولة الإمارات كانت قد ضخت ملايين الدولارات لشراء تأييد بعض القنوات التونسية، وأنها قد قدمت أموالاً لرجال أعمال نافذين ليؤدوا أدواراً سياسية من خلال ملكية بعض وسائل الأعلام في تونس، في حين ترتفع بعض الأصوات من التونسية مدافعة عن حقيقة المواقف التونسية وضرورة توخي الحذر في التعامل مع الإعلام الرخيص. بخلك أن مازال أعوان من وظفهم يحكمون فيما يسميه الشعب التونسي وليس تسمية إعلام العار الوطني الحكومي والخاص بطبيعة الحال، مذكرين بأهمية وقوة أواصر الصداقة التي لطالما جمعت بين الشعبين. لأنه ماهوش ممكن أبداً يحصل بين الليبيين والتوانسة شيء، احنا أكثر من شعب واحد، احنا التوانسة نعرف أن الخير جانا من جهتكم. يا أخي الفتح الإسلامي ما دخلش على جهتكم أنتم، والفتح متاع عام 27 والفتح مع 42 وعقبة المنافع عام 50 وبعثة الفقهاء العشرة عام 99 كلها جاتنا من جهتكم. المذهب المالكي اللي احنا نعتز به وانتم تعتزوا به جابهولنا ولدكم علي بن زياد، انتم اعز واشرف واكرم من كونكم تتلقاوا راي من غيركم. انتم تعلموا في التاريخ، علمتوا البشر وعلمتوا الناس. يا رجال ما تستهينوش بليبيا على خاطر 40 سنة تعدات عليها عطل طاقاتها. تبقى الأمال العريضة للشعبين متعلقة بوثيقة إعلان مبادئ الاتفاق الوطني لحل الأزمة الليبية السياسية بعد الاجتماع الذي ضم طرفي النزاع الليبي في مدينة تونس، والذي يبشر بانفراج أزمة لطالما استغلت لتحقيق أجندات خارجية وشرعنة التدخلات الأجنبية وتأجيج الصراع وتبرير الاتهامات بحجة الإرهاب. بلقاء شيخنا الشيخ راشد الغنوش اليوم وزيارتي له لنستقي منه الخبرة والتجربة فيما تعنيه قضية الخلافات والصراعات ثم التوافق بعدها.